طيب خليك معايا عشان الاستاذ معايا الاستاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر والجميع. استاذ محمود اتفضل، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ وائل. صباح الخير، اتفضل. وصباح الخير على الساده الموجودين والسيدتان اللي موجودين. الموضوع ده موضوع كبير يا استاذ وائل. نمره واحد قبل ما نخش في الموضوع، بس اديني فرصه بس، يعني بشكرك على موضوع السيده الحاجه سعديه اللي هي تعتبر ام لينا كلنا يعني، والحمد لله على سلامتها. انت قمت بمجهود كبير انت والفريق بتاع حضرتك. الله يخليك، الف شكر استاذ محمود. الله نمره اثنين يا استاذ وائل، حضرتك ظني ان حضرتك مش 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 داخله في دماغ حضرتك موضوع الجمعيه اللي بيتكلم عليها الاخ حماده. انا 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 حتى فوجئ واحنا بنعمل الموضوع بتكلم عن افراح الشعبيه، لقيت ان المساله مش افراح بس، ده عم حماده مكلمنا عن بيزنس وتجاره. لا 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 لا, لا, لا يا استاذ وائل، يا استاذ بعد اذنك، بعد يمكن انا اعرف افهم حضرتك غير الاخ حماده. الجمعيه دي يا استاذ وائل واحد، يعني انا كنت حضرت حاجه زي الجمعيه دي، اتقال انها فرح، وحضرت حاجه في المريوطيه اتريها زي الجمعيه، زي حفله، واحد من ضمن اللي بيروح الجمعيات دي وهو بنفسه بينقط، فلما يعوز فلوس او محتاج كميه فلوس يقوم عازم الناس كلها اللي هو نقطهم دي دول ويروحوا له بقى في الليله دي اللي هو نقط فيهم، فيبقى لم ممكن جمعيات بتلم نص مليون جنيه و300,000 و400,000، واخد بال حضرتك؟ فلما كنا بنتكلم مع حضرتك من حوالي 10 ايام على البلطجه بتاعه منادي السيارات، اتعمل لها قانون، واخد بال حضرتك؟ الناس دي ممكن يتعمل لهم قانون، واخد بال ليه؟ حضرتك بتقول قانون ازاي ده؟ هي قوام هذه المهنة حشيش؟ لا لا لا، راقصة عارية؟ انت بتتكلم حضرتك كلام اباحي، بتتكلم حضرتك على الراقصة وعلى الفرقة، ما الناس دي بتأدي عمل. حضرتك بتقول لهم دلوقتي، بتقول للسيدتين اللي عندك او الفتيتين اللي عندك، لا مش بتقول، ان ده مش ابداع. طب ما انا شفت امبارح فيلم في التلفزيون المصري، سوري في التعبير، يعني قمة الدعارة، يعني عشان انت حضرتك دايما بتختلف معايا في موضوع الابداع، واخد بال حضرتك؟ اهو نوع بتقول لهم انا لو هي واحده منهم، مش دفاعا عنهم ولا حاجه، لو هي واحده منهم مثلت هذا الفيلم هتبقى مبدعه، لكن عشان هم ناس بتقول لك انا بجري على ولادي واجيب لهم مصاريف منين واجيب لهم فلوس منين، اللي يبقى لازم نقنن لهم الموضوع، تمام؟ ما في رقصات بترقص عشان يبقى يرقصوا بمواصفات معينه، يبقى قانون، وبدل الفلوس النص مليون يعني كان احد النواب معانا من اعضاء مجلس الشعب يقول ايه؟ ان بلطجيه منادي السيارات اتضح ان هم بيلموا نص مليار في السنه والدوله ما بتستفيدش، يبقى نشرع لدول كمان والدوله تستفيد، ولا هو في خيار وفقوس، واخد بال حضرتك؟ فهي المساله كلها استاذ وائل الموضوع ده قديم جدا، تمام؟ وانا طبعا مش مع العري ومع المخدرات، ده في حاجه كمان يا استاذ وائل في الافراح دي او الجمعيات اللي بتتعمل، بيتاجر الراجل اللي بيوزع الخمور، بيبقى ماجر المكان، انا اخش ابيع في المكان ده ويدفع لصاحب الفرح فلوس بتاع المخدرات، انا ماجر الفرح ده او الجمعيه دي، ويخش يبيع مخدرات ونظير فلوس تروح لصاحب الفرح او صاحب الجمعيه. فزي ما بيقول لك حماده انه بيزنس كبير جدا، تمام؟ خلاص تتدخل الدوله زي ما شرعت لبلطجيه المنادي السيارات، يعملوا للناس دي مشروع قانون، تمام؟ يظبطوهم بيه، يلبسوا ايه ويعملوا. اذا كان هو قائم على اوجه انحرافات يا استاذ محمود اعمل له مشروع يعني هو زي. منادي السيارات ما كانش قايم على بلطجيه الشوارع اللي بيخوفوا الناس ويرعبوا الناس يا استاذ وائل، يعني بلطجيه يعني ده مثلث النجاح فيه مخدرات. ما يمنع بقى لما يعمل قانون يمنع قصة عارية كلام إباحي، يمنع الكلام ده ويمنع. ما تعمل قانون ورقابة سؤال، ده الكلام ده كله هيتلغى. ما تعمل قانون ورقابة عليه وتنفيذه، ما هو بيقولوا ما حدش هيجي إذا يا زوال، ما في الحالة الكلام مهذب أو اللبس مهذب. يا زوال الكلام ده ما يكون فيه بديل، دي بتتكلم كلام مهذب والتانية بتقول كلام خارج، أنا هختار بتاع الخارج، لكن لما الاثنين يبقوا منقننين ان الكل يبقى كلام مهذب ولو رقابه معينه هيشتغل. دي لو في واحده بتلبس بدله كويسه زيها هتشتغل، مطربه زي بتقول كلام كويس، واحده ثانيه هتقول كلام كويس، يبقى الاثنين هيشتغل. محمود الف شكرا. طب نشرك الناس معانا